بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، السادة الحضور جميعا، يطلب مني أن أعطي فكرة عن قضية شائكة، هي قضية التعريف مضمون السلفية، ولكن في زمن ضيق ضيق جدا، بالتأكيد لا يفي بأقل القليل مما يمكن عرضه، لكنني مع ذلك سأجتهد في احترام الزمن الوقت أكثر مما أجتهد في أكثر مما أحرص على إعطاء ما كتبته. ما كتبته هو مذكرة متقصية تقع الآن، ستصدر إن شاء الله، ستقع في نحو 70 صفحة في متابعة السلفية، والأمر ليس من السهولة بحيث يمكن أن يمر عليها، لأننا نتصور أننا في هذا اللقاء الذي ليس لقاء عادي، لا شك أنه يضع خطة طريق لكثير من الذين يتساءلون ويطرحون هذا السؤال بعد هذه الأحداث التي تعيشها أمتنا، صادقين يطرحون هذا السؤال ويريدون من العلماء جوابا، وهو جواب بالتأكيد يجب أن يكون علميا، وبالتأكيد يجب أن يكون راسخا، وبالتأكيد يجب أن يكون مستوعبا، ولكن أدع هذا إلى اللحظة التي تنشر فيها هذه البحوث. فأقول إن تعريف السلفية هو من الأمر الذي يبدو لأول وهلة أمرا سهلا، وهو ليس كذلك، ليس سهلا وليس ممهدا، ذلك بأن السلفية من حيث تفسيرها وتفسير مضمونها تعتبرها كثير من الأقوال والآراء، ومن حيث إنها تطاولت في الزمن وامتدت في المكان، فقد اكتسبت هذه السلفية بحيث بسبب تطاولها في الزمن وتمددها في المكان واشتغالها على قضايا معينة في جهات من العالم الإسلامي، اكتسبت شخصيات متعددة. فربما نتحدث عن سلفية نظرية هي في ذمة التاريخ، ولكننا قد لا نستطيع أن نعطي تفسيرا شاملا يستوعب جميع حالات السلفية، لأن حالات السلفية الآن باستقراء كثير أو الفئات أو التيارات تتجاوز نحو من 70 فئة و 70 تيارا، لا يمكن أن يعطى تعريف يمكن أن يكون شاملا إلا إذا نحن ركزنا نوعا ما على مرحلة معينة، وهي مرحلة النشوء أو المبادئ الأساسية للسلفية تحديدا. فأقول إن تحديد موضوع السلفية بالذات هو موضوع فيه أيضا شيء غير قليل من الصعوبة، ذلك بأننا إن عمدنا إلى تحديدها تحديدا زمنيا، وهو الذي يراه بعض الذين يتحدثون عن السلفية، فيعتمدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ووقع الشك في الرابعة. فكانت هذا الحديث عن القرون الثلاثة التي، وهذا يتكرر كثيرا في ألسنة وعلى ألسنة بعض الأشخاص الذين يتحدثون عن السلفية على أساس أنها القرون الثلاثة، لكن العلم أو صنيع العلماء شيء آخر، فالعلماء تحدثوا عن المراد بالقرن، هل هو 100 سنة؟ وذهب كثير منهم إلى أنه قد يكون، قد لا يعني بالضرورة 100 سنة، قد يعني 60 سنة، قد يعني 80 سنة، وذكر ذلك شراح الحديث في مسلم وغيره، شراح مسلم خصوصا، وذكروا كذلك أن هذا أن القرن قد يعني الصحابة ثم التابعين ثم أبنائهم، القرن الأول القرن الصحابة، القرن الثاني القرن، وقد يعني كذلك الطبقات من المقترنة والمتقاربة من الناس. فكلمة القرن في ذاتها كانت موضع بحث عند العلماء لا بد من التذكير به. ثم كان هنالك ما قال به غير واحد من العلماء، منهم النووي رحمه الله وغيره، من أن هذا الحكم بالنسبة لهذه القرون الثلاثة إنما هو حكم أغلبي، لذلك قالوا إنه ما لا يمكن أن يقال بأن جميع مثلا أهل هذه القرون هم أفضل من الأنبياء، لأن الأنبياء مفضلون بشهادة القرآن لهم، والنساء كذلك نساء هذا القرن لسنا أفضل من مريم ولا امرأة عمران وقد شهد لهم القرآن، فيبقى أن هذا التفضيل في حين يتم فهو تفضيل أغلبي. فإذا كان هذا الأمر هكذا فإنه يضاف إليه أن هذه القرون الثلاثة الأولى هي نفسها القرون التي شهدت أيضا بروز
البدع الأولى، فالسبائية ظهرت على عهد علي بن أبي طالب، وعبد الله بن سبأ قد واجه علي بن أبي طالب بما قال به، ونفاه علي بن أبي طالب على الكوفة، وما رجع إليها حتى توفي علي بن أبي طالب. ثم ظهر معبد الجهني، وظهر الأسواري، وظهر غير هؤلاء في هذه المرحلة، والصحابة الأجلاء هم الأول من أجاب هؤلاء وناظر هؤلاء. وأنتم تعرفون أن مناظرة ابن عباس للخوارج وقد رجع منهم فئة كثيرة لما نظرهم في بعض الأشياء التي كانوا يعتمدونها ورجعوا عنها، والكلام في هذا طبعا يطول. إذن فالقرون الثلاثة الأولى هي نفسها القرون التي وجد فيها هذه أو بذرت فيها هذه البذور ونشأت في هذه البذور التي هي بذور الفرق والطوائف. فلذلك يبقى أن هذا المعيار يبقى في مجاله لننظر في معيار آخر، وهذا المعيار يضاف إلى المعيار الآخر من أجل استبانة الحقيقة، لأن حين يأخذ الإنسان الموقف من قضية مبدئيا فإنه لا يسمع شيئا آخر، سوف يكون قد وضع نفسه في حالة من اللا سماع واللا استيعاب، وبالتالي يصعب مناظرته. هذا الوجه الثاني أو المعيار الثاني هو المعيار الموضوعي، وهذا المعيار الموضوعي هو أيضا معيار فيه الكثير مما يقال. فمن هذا المعيار أن السلف هنا هم الذين كانوا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد كان ابن تيمية يقول بهذا الكلام، وكان يتحدث عن الصحابة وما شهد لهم بالقرآن والتابعين والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ويقول هؤلاء هم السلف، فمن كان على سننهم فهو من. وهذا تصنيف يبدو لأنه هو الكلام الذي كان الإمام مالك يعتمده بالضبط في بيان أو في الحديث عن من يتنقص الصحابة، وكان يقول بأن الذي يتنقص الصحابة ليس معدودا في هذه الفئات الثلاث التي شهد لها القرآن. لا أريد أن أقف طويلا عند هذا. كذلك قال البغدادي صاحب الفرق بين الفرق بأن السلف هم جماهير المسلمين من أهل السنة والجماعة، ويندرج فيهم ويندرج فيها هذه الفقهاء والمحدثون ومتكلمو أهل الحديث، فجميع هؤلاء هم من السلف، فجميع هؤلاء هم من السلف، وهم فئة واحدة، بمن يجب أن يعد فيهم وهم المتكلمون. سأعود إلى قضية المتكلمين فيما بعد. عند البغدادي أن هذه الدائرة دائرة شاملة، لا يستثنى من السلف إلا من كان من أهل الفرق الذين أحدثوا أقوال في الإسلام من معتزلة وخوارج وشيعة، فهؤلاء هم فقط يشكلون جبهة أخرى أو ضفة أخرى. وقد كان الشاطبي رحمه الله قد تكلم في هذا وعرض خمسة أقوال في الباب الموضوعي، عرض خمسة أقوال في تعريف السلف، ثم قال هذه الكلمة التي سمعتموها آنفا من سير الوزير، وهي نفسها كلمة الشاطبي، قال: وأما السلف فهم السواد الأعظم من الأمة، وهذا هو الذي يساير قول أبي مسعود البدري وقول ابن مسعود وقول مجموعة من الصحابة بأن السواد هم جماهير الأمة. وحينما تكون هذه الجماهير بهذا المفهوم يتسق ذلك مع مفهوم آخر أريد أن أحيل عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيكون يوم القيامة أكثر الناس تابعاً، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من نبي إلا أوتي ما على مثله أمل البشر، إنما كان الذي أوتيته وحياً فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو، وهذا لا بد أن الله تعالى يفي له بهذا، أنه سيكون أكثر الناس تابعاً يوم القيامة. ولكن حينما لا يكون السواد الأعظم هم السنة، معنى أنه لن يكون هناك إلا القلة القليلة التي ستكون لها هذا حق هذا الانتساب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا يخل بهذا المعنى الذي جاء به هذا الحديث. هذا ذكرته فقط لأقول أن وكذلك قال الآمدي في بعض كتبه بأن السلف هم هؤلاء جماهير المسلمين، ويقول بكلمة: ومنهم الأشاعرة والماتريدية، ولا يخرج منهم إلا المرجئة والخوارج والنجارية ومن ذكر من الفرق. هذا كلام أريد أذكره على اقتضاب شديد، لأنني لا أريد أن أنظر فيه لأنه سيشدني إليه، فلذلك أنظر إلى القاعة أفضل حتى أستطيع الخلاصة من هذا. وأقول هذا المضمون الذي أريد الآن أتحدث عنه، أنا أظن جوهر كلمته هذا الذي، وهو أن مفهوم السلف
هو هذه الجماهير الكثيرة من المسلمين التي كانت تخدم القرآن، تؤمن به، توحد الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي السلف. يقول الدكتور عمارة في هذا الباب: إن الأمة كلها لها سلفيات، ولكن سلف هذه الأمة لنا نحن سلف من الصحابة والتابعين، وهم سلف للتابعين، والتابعون سلف لأتباع التابعين، ولأهل الإسلام طبعا سلف من هذا. وإنما كان هذا المذهب مذهبا عرض له ككل المذاهب شيء من التطور، فوجد نفسه يوما ما مضطرا إلى استعمال أدوات خاصة هي أدوات المتكلمين. هذه الأدوات لا تقصي هؤلاء عن أنهم سلف، بل هم إنما استعملوا بعض هذه الأدوات. لذلك قلت عند هذا الحد يجب أن نقف، بمعنى أننا نؤمن بسلفية الأمة، السلفية المشتركة الجامعة التي لا تعمد إلى إقصاء أي فئة، إلا إذا كان هذا الإنسان قد خرج عن منهج أهل الكتاب والسنة فذلك أمر آخر. يأتي أيضاً مبحث آخر لا أريد أن أتحدث عنه، وهو مبحث التشظي. وأنا في هذا البحث تتبعت السلفية في أولها، وذكرت أن سلفية الإمام أحمد وقد ذكر، لست إلى سلفية الإمام مالك، لأن مالك أحمد حينما ناظر من ناظر بن أبي ذواد ونظر المعتزلة كان يناظرهم بأشياء هي مما يقول به مالك وغيرهم، وإنما كان هو في مكان الامتحان فامتحن فثبت فثبت الله به الإسلام، ولكن كلامه ليس كلاما خاصا به، كلام أحمد بن حنبل. سمي في هذا الموقف سلفيا في موقف عات قوي شديد، هو موقف المعتزلة الذي تمكنوا من السلطة. فحينما تمكنوا من السلطة كان أحمد تميز أحمد عن غيره بأنه كان في الموقف الشديد، بحيث رد هذا المد الكاسح الاعتزالي الكاسح الذي كان بإمكان أن يجيزه، لأن أهل الاعتزالي لم يقفوا عند حدود الدعوة إلى فكرهم كما كانوا يقولون بالفكر وما يقول بعض الناس عنهم بأنهم أصحاب العقلانية، بل التجأوا إلى السلاح وإلى السيف وأصبحوا يجبرون الناس على أقوالهم، فتركوا كل ما كانوا يقولون من قضية الحرية والاختيار وما إلى ذلك. إذن هذه مرحلة، المرحلة التي قال فيها ابن تيمية وأحيا فيها ابن تيمية الحديث عن السلفية هي مرحلة أخرى ليست غير المراحل، لكنها تميزت بظهور مد شيعي آخر. وكان ابن مطهر الحلي قد كتب كتاب الكرامة، وقد انتهى هذا ابن مطهر الحلي إلى أن أقنع جايتو الملك بأن يتحول من مذهب السنة إلى المذهب الشيعي، وكان ضروريا أن يكون هناك حديث مع هذه الطائفة، مع هذه الشيعة، ولذلك كان منهاج السنة من أكبر كتب ابن تيمية، ولكنه هو حديث أساس مع هذه الفئة. جاء بعد ذلك أن ابن تيمية توسع في هذا، فأصبح يتحدث عن فئات أخرى، ويرى أنهم ليسوا إلا على خطوات من مذهب من منهج، ليسوا سلفيين بالمعنى الصحيح. وتحدث أنتم تعرفون عن بعض الأشاعرة وعن فئات معينة كما ورد ذلك في تعارض العقل والنص، وقد رد فيه على الرازي في أساس تقديس، ووقع له شيء من هذه الكتب. هذا هو الشيء الجديد الجديد إذن الذي طرأ، هو أنه في القرن ابتداء من القرن الثامن أصبحت هناك شروط للانتساب إلى السلفية، أصبحت السلفية دائرة خاصة يجب أن يشترط في من يستحق الانتماء إليها كذا وكذا وكذا. هذه الشروط هي نفسها التي ينظر فيها الآن بعض الناس ويحاكمون إليها الناس، فمن قال بها كان وإلا فإنه ليس سلفيا قولا واحدا. هذه الشروط هي الآن متعددة، أذكر منها بعضها، أذكر بعضها، وهي: الشرط الأول ألا يكون للسلفي أو من هو من أهل من السلفي اشتغال بشيء من علم الكلام، لأن علم الكلام قيل فيه ما قيل، وأن الإنسان لو ملئ جوفه كذا وكذا لكان أفضل له من علم الكلام، ويساق في كل الكتب هذا الكلام أن علم الكلام هو كلام يخرج، أو اهتمام بعلم الكلام يجعل صاحبه غير منتسب إلى أهل السنة، وهذه موجودة عند طلبتنا، عند بعض الشباب. هذه فكرة تحتاج إلى الوقوف. أولاً
هذا العلم الذي هو علم الكلام يجب أن يضبط. ما هو علم الكلام حتى نحب نقبل به أو نرفضه؟ لأن الحكم الشيء فرع تصوره. علم الكلام هو علم كما يعرف، كما عرفه الثانوي، كما عرفه صاحب كشف الظنون، كما عرفه صاحب أبجد العلوم، هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية ورد الشبهات. هذا وظيفة علم يقتدر به على رد هذه إثبات العقائد الشرعية ورد هؤلاء يقولون إن من شروط الأساس، من شروط الانتساب إلى السلف، أن لا يعتمد أو لا يعتمد على العقل في إثبات الحقائق الشرعية أولا، وأن لا يشتغل بعلم الكلام. هذان أمران أدمجهما الآن. ويقولون طبعا إن أو الذين يكتبون الآن خصوصا من المبتدئين يقولون إن أهل إن الأشاعرة غالبية اعتمادهم في أدلة مع العقل، والعقل يستقيون من الأحكام الشرعية. وأقول هذا ليس سليما ولا صحيحا بالمرة للأدلة التالية. أولا، إن هذا العقل كما يتحدث به الغزالي، أبو حامد الغزالي يتحدث بكلام جميل جدا في العقل، يقول إن العقل مثله مثل الشمس، الشرع مثله مثل الشمس، والعقل مثله مثل البصر، ولا يصح رؤية الشمس إلا بصحة البصر. فهذا التآزر بين العقل والنقل هو الذي يؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة. لا يمكنك أن تصل إلى الحقيقة بغير عقل. ثانيا، إننا في عند علماء عند الأشاعرة وغيرهم نقول، وهذا أمر فاصل في باب التحسين والتقبيح العقليين، يقول الأشاعرة إذا اختلف الناس في التحسين والتقبيح، وكان المعتزلة يقولون بأن هناك قدرة العقل على إدراك الحسن والقبح ولو قبل مجيء الشرع، وكانت الماتريدية تقول بأن العقل يدرك شيئا واحدا هو ما يتعلق بأحكام الألوهية، لكن الأشاعرة قالوا إن العقل له ثلاث مراتب في إدراك ما هو حسن وما هو قبيح. المرحلة الأولى وهي إدراك أمهات الفضائل، فالعقل قادر عليها، العقل قادر على إدراك ما هو من قبيح وحسن بما يتعلق بأمهات الفضائل والرذائل كحسن العدل وقبح الظلم إلى غير ذلك. يدرك ثانيا ما هو كذلك من قبيل ملائمة الطبع، فيدرك حسن مثلا الشبع والري، ويدرك قبح التعب والجوع ومثل، لكن العقل لا يدرك ما هو الحسن والقبح فيما يترتب عليه الثواب والعقاب. قولا واحدا عند جميع الأشاعرة يقول ألا لا يقول الأشاعرة بتقديم العقل على النقل في إثبات القضايا الشرعية مطلقا، إنما الذي يقع في كتاباتهم أنهم إذا قرروا الصفة الإلهية أثوا عليها بالدليل الشرعي أساسا، وهي في النص كذا، قال الله تعالى مثلا صفة من صفات إذا قرروها صفة الحياة الوجود، يأتون بقول الله تعالى وهو الحي وكذا، ويقولون ومن حيث، فالعقل دائما في هذه المذاهب يقف ظاهرا. ذكرت في البحث كل الأشياء التي جعلوها إن شئنا عوارض استحقاق الأهلية، منها عدم القول بالمجاز، وعندي بحث الآن هنا طويل بيّنت فيه أنه لا يوجد في الدنيا شخص لم يقل بالمجاز كائنا من كان، من قبل به ومن رفضه مطلقا، لأن المجاز ظاهرة لغوية إنسانية و ليس خاصا باللغة العربية، بل إن ابن جني كان يذهب أذهب أكثر منها ويقول إن الأصل في الكلام المجاز، لأنك لو قلت قمت قياما فهو مجاز، لأنك لم تقم إلا نوعا من أنواع القيام، ولو قلت ضربت زيدا لكان كلامك مجازا، لأنك لم تضرب من زيد إلا جزءا منه. فهذا مجاز يصير أو يحلونه محل الحقيقة لما كثر، ولكن الأصل في الأشياء هو أن المجاز غالب. هذا المجاز تتبعته الآن من خلال كلام ابن جرير الطبري، وهو من أوائل، وذكرت أن ابن جرير الطبري ذكر وتحدث عن المجاز، وذكره أيضا في بعض الآيات القرآنية وقال هذا من المجاز. ذكرت أن ابن قتيبة، وابن قتيبة من رجال القرن الثاني وكان يتحدث عن المجاز، وله كتاب في تأويل مختلف الحديث وتأويل مختلف القرآن، وابن قتيبة كان قويا. الدارمي كذلك كان له هذا الكلام، وكان يقول بالمجاز وكان يدافع عنه دفاعا مستميتا، بمعنى أنني أتيت هنا بكل الشواهد من النصوص التي جاء فيها قال فيها بعض العلماء بالمجاز، من ابتداء من 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 من
من ابن جرير إلى البخاري إلى الشافعي، وهو يقول البخاري وابن تيمية يقول والشافعي هو الذي جرد لعلم الكلام وليس فيه كلام عن الحقيقة والمجاز، وابن الشافعي يتحدث في الباب الخامس من أبواب البيان عن استعمال الكلام على طريقة العربي واستعمال الكلام العام الذي يراد به الخصوص، و ذكر أدلة للمجاز أكبر من أدلة البلاغيين. فلما أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طبعا دعنا من قول الله تعالى واسأل القرية هذا مثل معهود، استطعما أهلها قال هذا مجاز، لأنه لا يكون حقيقة حتى يستطعما كل شخص في القرية. أي استطعما أهلها، لقد استطعما بيتا أو بيتين انتهى الأمر، لكن قال الله تعالى استطعما أهلها. هذا من الكلام الذي يقول به العلماء في بال بأن أن 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 هذا مجاز. وعلى العموم الشواهد على استعمال المجاز في هذا كثير، إلى درجة أبو الحسن الأشعري كان يقول في مقالة مجموعة مقالات الأشعري، وهي مجموعة، كان يقول إن المجاز نفسه مجاز، أي كلمة المجاز هي نفسها مجاز، لأن المجاز لا يكون مجازا الحقيقة إلا أن يكون مرورا ماديا من جهة إلى جهة، فإذا قلت هذا مجاز فذاك أول مجاز قبل أن تبدأ في المجاز. تحدثت عن أو استمت شيئا من كلام العقاد، وهو يتحدث في له كتاب اللغة الشاعرة، وبين أن العربية حافلة بالمجاز، وأن ما يعتقده الناس في بعض المرات حقائق هو أصلا مجاز، حينما يقف فلان له أنفة فهي عودة إلى الأنف ورفع الأنف ثم حولت إلى هذا المعنى. إن هذا المعنى كبير. أختم بكلمة فأقول بعد تعذري أن أذكر شيء الكثير من هذا، أقول إننا حينما يجب أن نفهم هذه المرحلة، أول هذا مهاد علمي معروض للنقاش، هذا ماشي كلام، لا أقول نصيحة، هذه ماشي نصيحة، يجب أن نقول هذا مسائل علمية نناقشها، إذا كان هذا الكلام خطأ نرده، ولكن بالتأكيد ليس خطأ، لأن ذكرت أن العلماء أتكلموا في الكلام، أول متكلمين هو أبو حنيفة، وله كتاب رسالة العالم المتعلم، وهو رسالته إلى أبي عثمان البتي، وكتبه في الفقه الأكبر مع اختلاف الناس في صحته، كلها تقول بأنه كان يهتم بالكلام، بل كان يدافع، بل أبو حنيفة كان ذكيا شيء غريب جدا، قال إن هؤلاء الذين يتحدثون بهذه الفرق، أصحاب هذه الفرق والمذاهب، إن لم نرد عنهم فإن، ويقول نص أبي حنيفة، لقد ابتلينا بأناس يستحلون الدماء والأعراض منا، فإن ألا تحبون أن ندافع عن حرمنا وعن أنفسنا، لأن هؤلاء إذا تمكنوا، وفعلا حينما تمكن المعتزلة فعلوا ما قاله أبو حنيفة، وهم يفعلون الآن ما قاله أبو حنيفة، أنهم حينما يتمكنون تصير القضية قضية وجود أو عدم، قضية أمنية، ويصير الأمر أمرا آخر، وسلاحا ودماء، كما ترون الآن أن الفرقة الفكرة لا تبقى طائرة في السماء بل تنزل إلى الأرض وتصير سلاحا. أخير أقول إن بعض الإخوة الذين كانوا يتصورون أن الأشاعر ليسوا سنة وإنهم ليسوا سلفية، وبعضهم يقول فقط إنما هم من أهل القبلة، أقول هذا أول لا يثبت بحسب المنهج العلمي الذي ذكرت، وبسبب آخر هو الأوضاع التي وقعت الآن. نحن الآن نعود إلى المفهوم الأول للسلفي. السلف كانوا هم الذين يقفون في مقابل الخوارج والمعتزلة والشيعة. حينما جاءت هذه الأحداث الأخيرة في اليمن أرجعت الناس إلى 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 التشكيلة الأولى، ففي جهة معينة يجتمع هؤلاء الأشاعرة ومن ليسوا أشاعرة من أجل الدفاع عن أنفسهم، من أجل وقوف في المد الشيعي الكاسح، وفي جهة أخرى يقف المد الشيعي بكل أطيافه، وفي جهة أخرى يقف مد آخر متربص والمذهب الخارجي الذي لم يبدي أي حراك الآن، أي سلطنة عمان لم تتدخل في شيء. فما الذي ننتظر لأن نعود قراءة التاريخ بناء على هذه الوقائع التي كنا عليها، ولنضبب ونجمع هذه الكلمة، ولنرص الصفوف من أجل أن نقوم من جديد أمة موحدة. أنا يبدو لي أن هذا هو الذي ستتفطن إليه الأمة إن شاء الله وستلجأ إليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.